الاتحاد ثابتين وعلى النهج اللي خطفته رانا سايرين، وان شاء الله اتحادنا ديما منظمه تلعب دور التوازن في البلاد وتبقى ديما المنظمه المستقله اللي ولدت من رحم الشعب وستبقى في خدمه هذا الشعب. شيء هام الاحياء الذكرى لانها تجاوز حتى شخصيه احمد تليلي، باعتبار ان هذه هي الذكرى الوطنيه الحقيقيه. وفما منذ زمان يعني إفراط وتشتيت في الذاكرة الوطنية حتى أصبح التونسي بدون ذاكرة وطنية. حمد تليلي لم يفصل بين النضال النقائر، لم يفصل في العمل نتاعو ولا خصص المنظمة للدفاع كان على الأجراء، بل معناها كان بالتزامن شارك في تحرير البلاد ويعرف الجميع، مش شارك في تحرير البلاد فقط بل جمع السلاح وكان رافض للدعم بالنسبة للثوار، ولكن أيضا عنده بصماته في القطر الجزائري الشقيق والخاص والعام يعرف هذا. فيما يخص الاتحاد العام التونسي للشغل كان معروف بدفاع المستميتة على استقلالية المنظمة، ولكن أيضا على الديمقراطية لا فقط داخل المنظمة وإنما في صلب البلاد. والرسالة الشهيرة اللي تعدى 40 صفحة لا أكبر دليل على رأي هذا الرجل في قضية الديمقراطية. اليوم الوضع اللي تعيش فيه بلادنا معناها كان يتزامن، كان حب نعمل مقارنة نلقى وكأنه أحمد تليلي عايش معنا في هذا الظرف بالتحديد، وهذه شيء من الزعماء الكبار. كما تحول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى منزل أحمد تليلي حيث التقى أرملة النقابي السابق، وتم تسليمه نسخة من الرسالة المرجعية الشهيرة التي توجه بها تليلي إلى بورقيبة، والتي رصد من خلالها الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد آنذاك. النص نتاع الرسالة الشهيرة اللي ندي فيها بالستينيات على النداء للديمقراطية، وكان هذا النداء بالطبع يعني نضال من أجل الديمقراطية ندعم الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد اللي احنا في الاتحاد والاتحاد بينا وتربينا في الاتحاد وكبرنا في الاتحاد، وحمد الله يرحمه جاء نهار وقال له يما هاني شريت دار، قلت له انا وقفت وقلت له بالمجد، قال لي والله بالمجد شريت دار للاتحاد، ما هو الاتحاد كان بلاش، يعني والله بالمجد شريت دار للاتحاد. واحنا جايين اليوم في الصباح نزور زوجة الزعيم النقابي أحمد تليلي، فاجأتنا العائلة نتاعو باش أهدات للاتحاد العام التونسي للشغل الرسالة الخطية الشهيرة واللي بكري حكيت عليها في أهم ما ترك للاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم في الحقيقة هي مفاجأة جد سارة، لأنه أصبحت عنا الرسالة الخطية الأصلية اللي إن شاء الله مش تكون من الوثائق الهامة اللي نرجع لها واللي ترجع لها حتى الأجيال القادمة باش تعرف اش قدموا زعماء التأسيس، ومن بينهم الزعيم أحمد تليلي. تعتبر الفلاحة من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث التشغيل والتصدير، وفي إطار حرصها على إنجاح الموسم الفلاحي ودعم القطاع نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معرضا للمنتوجات الفلاحية تحت عنوان من المنتج إلى المستهلك، مساهمة منها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان أسعار ملائمة له قبل حلول شهر رمضان. بعد نجاح التجربة الأولى التي قمنا بها يوم 12 و13 مايو الفارط، نقوم في هذا اليوم 28 و29 جوان بنفس التجربة بعد نجاح التجربة الأولى لإثبات دائما بأن الفلاح ليس هو المسؤول على غلاء الأسعار، وأن كلمة غلاء الأسعار دائما هي مرتبطة بالفلاح، نريد نفيها وإثبات عكسها بالأثمان الغير قابلة للتنافس. هذه بادرة نقوم بها قبل شهر رمضان، وأريد أن أبشركم أيضا بأنه تم الاتفاق بيني وبين السيد وزير الفلاحة في هذا الإطار العام بأن يقوم ديوان الأراضي الدولية نحن نساهم بفلاحينا
في نقاط البيع التابعة لديوان الأراضي الدولية بعرض منتجات الفلاحين مع منتجات ديوان الأراضي الدولية. سوق من المنتج المستهلك، سوق الفلاحين، في اتحاد الفلاحين وين صوت الفلاح يخرج من هوني، معناها الاتحاد هو اللي يدافع على الفلاح ويحس بالفلاح. مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان فضاء متميزا لعرض وترويج منتجات الفلاحين المنوعة من خضر وغلال وبقول ومنتجات دواجن وأسماك وفلاحة بيولوجية، كان فرصة للمستهلك للتزود بحاجاته من المنتجات الفلاحية والبحرية المحولة بأسعار منخفضة، والذين عبروا عن استحسانهم لمثل هذه المعارض الفلاحية التي من المفروض أن تقام بصفة شهرية حسب تعبيرهم. بادرة ممتازة، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون تتكرر، معناها مره في الشهر ولا حتى مرتين في الشهر. بالنسبه للعسل هذا، العسل البيولوجي، انا فلاح، معناها منتج عسل بيولوجي، فلاحه من ولايه زغوان. عجبتني البادره هذه اللي قام بها اتحاد الفلاحي، فرصه باش نعرفوا بالمنتوجات نتاعنا عن نطاق الوطني، ومشكورين اتحاد الفلاحين على هذا. بادرة هذه تخلي الأسوام متاع المنتوجات تكون الأسوام الطبيعية العادية، معناها من المنتج للمستهلك. أنا جيت نشوف المعرض، مانيش مشارك كل شيء، والله حاجة خلق العادة كان يعملوها هكا ديما، به ياسر بصراحة، تشوف حقيقة الفلاح وتشوف الأسوام اللي لبرا شيء يرعب، مش فهمت. الحمد لله به كان ديما تتعاود هذه، وديما تقرر وقت نشوف الفلاح مسكين اللي قاعد تعب وكل شيء ويبيع في مسوم مناسب وهي الياسر زاد الحق. ان شاء الله توصل، خاطر السنه بصراحه تعبنا ياسر الاسواق البرة، ولا تعبنا برشا، الواحد ما عادش ينجم باش يقضي قف خضره البر، صعيب ياسر. السنه عام كام صدقني الفريجدير عمره ما جا فيه برشا خضره كيما السنه. والله بادره طيبه، الحمد لله لقينا معناتها السوق باش نجموا نخرجوا المواد. احنا رغم الصعوبات ورغم ارتفاع تكلفه الانتاج اللي يعاني منها الفلاح، نحاولوا ديما تكون اسوامنا في متناول المواطن التونسي، ونحبوا نوصلوا للمواطن اللي راهو الفلاح مش هو اللي يغلي في السوق، فما اطراف اخرى هي اللي قاعده تغلي في السوق وتوصل للسوق بسوم باسوام مرتفعه. الفلاح رغم هذا الكل معناها يحاول هو في نفس الوقت معناها مستهلك، يحاول باش يكون معناها اسواق مدروسه ومعقوله معناها في متناول الجميع. واحنا نشجعوا زاده المواطنين باش معناها يستهلكوا المنتوج التونسي، خاطر المنتوج التونسي مهما يكون احسن، معناها احسن منتوجات اللي موجوده في العالم اجمع. الفلاحون المشاركون في هذا المعرض طالبوا وزارة الفلاحة والحكومة بمزيد من الاهتمام ودعم القطاع الفلاحي وتعصيره والنظر في أسعار الأعلاف والمواد الأولية والتصدير. فما شوية نقائص في القطاع الفلاحة، خاصة منها غلاء المواد الأولية، غلاء الأسمدة، وعندنا مشاكل شوية في التصدير. المشاكل تكون خاصة في البروسيدور، يعني البروسيدور نتاع تخريج الصناعه نتاعنا. نطلب من وزاره الفلاحه، الكيلاتوس في بلادنا ما عادش عندنا كيلاتوس، السجنيه اللي معروفه بالكيلاتوس كلها تقصت، الفلاحه السنة صار اون كومبرومون كبير على الزعتر، هربت الناس كل من الكيلاتوس خاطر ما عادش فيه انتاج، فهمت؟ ان شاء الله يعاودوا يزرعوا لنا دي بارسيل جدد، ويوليوا الاجيال نتاعنا هما اللي مش يلقاو بعد 20 سنه كيلاتوس، اما راهو سوي سور الكيلاتوس في السجنيه ساي سي فيني. للفلاحه، لانه الفلاحه بصراحة يدفعوا وما يلقاو شيء، بعبارة أخرى يلزم يعاونوهم في الأشياء هذه، يلزم يشوفوا العلف زاد غالي برشا، غالي برشا، يلزم يشوفوا لنا حل في أسرع الأوقات. اليوم نحبوا الوزارات الكل، الناس المسؤولة كل ينظروا نظرة صحيحة للفلاح، ونبداو بناء من دون